أنا مواطن من الزمن الجميل حب شو يقول كيفاش الفرق بين العيد هو صغير واليوم العيد هو أبو صغار. أهلا وسهلا بيك. وبيك أخت أختي بارك الله فيك وربي يحييك وربي يحيينا المسالم إن شاء الله. صديقي هات نبداو بالعيد وأنت صغير تثبت ثبات صغر، كيفاش كان جوكم في العيد وأنتم صغيرات؟ قبل كان جو استثنائي. توا قليك تجي تحكي تعمل قصة في قصة في قصة تعمل يا ودي وما توصلش على الشيء الجو نتاع قبل. قبل العيد علاش تم موجودة؟ وكل وخصوصا نحكي لك على مدينة المنستير اللي ما عندوش علوش بيا حتى زورته على خاطر ولاده. قبل نحكي لك اللي خلط عليه هاني اللي تو ماهوش موجود يخير لك على حاجات تكامليه للدار في ولاده تلقاه ما عندهمش علوش. هذه بقى من ناحيه التطيب والجو وكل واحد قبل كنا فهمتي الوالد الله يرحمنا تعملنا جو فهمتي كل وانا نحاس الصغيره المشوى الكانون وريحه كان كل واحد يعمل زقديده وحده ومشوته وحدها معناتها البنيات وحدهم ولادات وحدهم احنا عاملين جو وهم يقطعون اللحم ويعطونا نشوي وناكل ونتمتعوا بخير ربي وما يبداوا يعملوا المرقاز الا ما الصغار تشبع. تو الفريجيدار اللي سموها محرومه حرمه العباد من ياسر حاجات خبي الجدار خبي الجدار احنا والله قبل بالله العظيم العلوش كنا في كذا الا ما نشيخ وحنا ويبات على الشريطه ومن غده يتفصل. وتوا كيفاش لو كان تحكي لي جوك وانت مع الاولاد مع الاحفاد كيفاش يبدا نهارك ساعه في العيد؟ نهار بالطبيعه نبدا بالصلاه نمشيو نصليو نقابلوا الاحباب اللي نلقاهم نزور الوالدين ربنا الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين ندعيو دعوه لجماعه الحجيج نمشيو سالمين نرجعو سالمين وكا ونروحو لدارتنا فهمت نقابلو مع الدوار مع كناني مع وليداتي فهمت كذا ونعملو جو برا نبداو نحضروا الكانون نستناو الززار ونتوكل على الله. طيب في الصباح هذاك مشوى الناس الكل تشوي وتاكل من بعد في نص النهار شو طيبوا سبيسيال لهنا في المسير طيبوها في نص النهار وشو وشو تاكلوا في الليل؟ عاد واكل المشوي بتاع في نص النهار لا تقول لي فهمتي للسوار الليل فما اللي يعمل عائلات فما تعمل عصبانة احنا تعلمنا على والدنا نعمل عصبانة فما ناس تعمل قلايه كما نقولوا كمونيه اما قلايه شويه كذا شويه كذا وتعمل قلايه العائله كل كي يتعشوا منها وكاو. توا مازالتك الزيارات وكتبادل تهاني ويجيو بحذاك ولا انت تمشي لشكون من الفاميليا؟ والله قبل ديما فهمتي في العيد صغيره كان نهار الاول نتبدل زيارات اما تو فهمت كذا ثالث عيد والرابع عيد وابا بالله كل فول لاهي في نوار وعلى شخت وانت تعرف هذا. تحس القلوب بردت على قبل. بردت كذا مشاغل العباد راه الدنيا فهمت كذا ياسر فهمتني هكا يحب وهكا ما يحبش وهكا كذا كل الظروف وكل واحد وقته الى يقف الله يمشي فهمتني وعنده مواد ترانسبور زاد كيف كيف عنده دخل كبير في العائلات حتى الدخل لو خرج بحكايه ربع ساعه ينجم يزور فهمتي كذا ثلاث اربع ديار والتليفون البورتابل نسيتوش هكا البورتابل بالحق عوض برشا عوض مش كيما الزيارات على شختي اه وي تلميذ البورتابل داكود راها فهمتي رزلنا شويه والله الاخير الاخير زاد فاس فاس تقاب وتفرح بي اما شو يتم قلبك باهي باهي متوا هكا مع مصالح يا اختي وهو راجل يفرش معناتها من المصالح فهمني والله مصالح انا يعني عمري تو 60 سنه نقول لك مصالح في محيط الماخذه في حوت التعارف كان هكا فيه وعنده فيه الريحه فهمت ولا بس عليه نرمي عليه الصحب ونضحي عليه وكلزم وتوا هكا سيب عليك يسوى يسوى شيء تسوى 10 انت 10 سيدي ربي فضلك وربي يحيك الامثال وربي يبارك لك ربي يحييك يعيش اختي سنين دائما جماعة المؤمنين المؤمنات وسنين المسلمات الناس كل حكاية. شفنا حرة من الحراير حابين نسألوها كيفاش باش تعدي العيد إن شاء الله شو برنامجك؟ كيفاش نبداو من الصباح؟ اليوم احنا مثلا نثيف بحذاك والعيد صاي صار، كيفاش نبداو من الصباح؟ كيفاش نهارك تعدي؟ الصباح نمشي رحم على بابا الله يرحمه وينعمه. نتعدى على ميمتي نعيد عليها ونهز بنياتي ونهز الحي متاعي ونهز الكانوني ونتعدى للبحر نعمل مشوى تاعي الغادي. هذه فكره مزيانه كيفاش قلت لي باش تعدي معناتها العيد وتعمل باربيكيو في البحر؟ اي في البحر والله حاجه جديده هذه واحسن حاجه كان طالع على البحر نودو كل نشهيك يا اختي جو كبير هذا الدواره وين وقتش باش تعملها؟ عندي جميعه عاده ذات حوتشيشه هكا ولا ليه؟ اي عندي معناتها سبار تقول انت هكا على ليجير مشوى في البحر نروح على العصبين عاد هكا ولا ليه على الرسمي
بعد المشوى شو تعمل في العاده؟ تو احنا شوينا وكلينا ويعطيك الصحه، بعد بعد المشوى شو طيب مثلا هالعيد متعوده؟ ديما نعمل قلايه. اي ما هو مع بعضهم باراليل حضرها و وكهو. ايه هي امل كل هذايا باش نطيب لقلايتي فهمتني، وكل نمشيو البحر ونعمل مشوى تاعي الغادي. سمعت هذه فكرة، أنا واحدة من الناس والله مزيانة وعطتني برشا إلهام فيها، أما قل لي شكون صاحب الفكرة؟ أنا. بقل موفمون بقل بقل شوري يا أختي. والله. والله. قلت لي عندك مناسبة زاد كيف كيف باش تحتفل بيت بنتي. أيوا. باش نعملوا على البحر. أي. تنصح شي بها نصيحة هذه نسي الكل. والله أنا ماذا بيا، أنا تعجبني جو. اللي حاب يعمل جو يمشي للبحر، يهز وليداته ومنهم يعوموا ومنهم ياكلوا ومنهم يتفرهدوا. باش تعمل خيمه ولا كيفاش؟ يس بون باراسول وخيمه بالطبيعه ملون باش تقعد. اي اما كي تجي خارجه عاد تنظف البقعه ما تخليش كلف حام. نخرج ما ساعتين ونص تاع الصباح من البحر. اي وميم طون راجلي يصطاد. جو كبير. وكهو؟ لا التخطيط بتاعك في الحقبين. يا اختي خطط له في البحر. والله يزي والدنيا سخونه هكا. احسن لله يعطيك الصحه، ان شاء الله ديما فرحانين. ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وعلى تونس الكل. يا عايشك. من باب الديمقراطيه كما سالنا نساء حابين نسالوا زاد الرجال، باش نقول لك اول حاجه اهلا وسهلا بك. راني من بنان مستير. يا عايشك مرحبا، انت من بنان. نتشرفوا، حبيت باش نقول لك العيد في بنان كيفاش يبدا؟ كيفاش لو كان تحكي لي على جو رمضان استعداد رمضان خايبه. حبيت باش نسالك على جو العيد، كيفاش تستعدوا له في بنان؟ كيفاش يتعدى نهار العيد؟ قداش تتواصل احتفالاتكم بالعيد الاضحى؟ والله الاحتفالات بالعيد الاضحى معناها نهير نقوموا على الصباح بكري، معناها هذا بعد الذبيحه بعد الامام بعد ما نصلي صلاه العيد وكل شيء، معناها نروح من ناحيه الذبيحه العبد الله نذبح في الدار هو ديما الذبيحه على الاولاد الكل يتلموا مع بعضهم يحضروا، اللي يحضر المعون واللي يحضر المشوى وكل حد شنو يحضر. واللي يحضر روحه باش يسرق مع ابوه. يعاونوك توا الاولاد في السليخه ويتعلموا كيفاش الذبيحه ولا لا؟ اي قاعد يتعاونوا في السلخان هم يصلحوا. اني نذبح لهم وهم يصلحوا. لكن تشرف على العمليه كمان حاجه معروفه. لا شيء يعني هو أمني. من ناحيه البنات يحضروا المعون باش يحضروا باش يغسلوا دوره. ايوا ودوره. بس صبايا للدواره هكا. صبايا للدوره. وناكلوا منها في نهارها ما تبدش لا في الغداء في الغداء نطيبوا المشوى ونطيبوا القلاية ونطيبوا القلاية زاد تقعد القلاية خاطر يجيك ضيوف ولا حاجه، لكن لازم نفطروا بالدوره. دور نفطروا منها هذه في بنان حاجه جديده ما نعرفوهاش احنا، كوا احنا نعرفوا فما شكون يتعشى بالدواره، شكون يلم الغداء يطيب العصبان، انتم في نهارها معناتها في الفطور الغداء بالعصبان كل حد باش متسنس. احنا توا في بنان ولا غير بنان، فما ناس يقول لك اخويا دار نحن نفطر به. صحيح. نتغداو به. والقلايه موجوده، والمشي موجود راه، كل كان موجود. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما خيرات موجوده، اما مع الهلومه هذه الكل فما خبز طابونه ولا خبز الكوشه؟ لا نعمل خبز طابونه. ايوا انت عربي هذه مال بيت المدام. خبز طابونه هذه، حاشاك يقول لك عندنا طابونه فوق السطح نعملها، هذه بالذمه معناها الواحد بالذمه العيد وغير العيد. حشنا بخبز صابونه نعجنوا كل شيء ونطيحوا خبز جديد، معناها ما نستناوش حساب باش نلوجوا على الخبز بتاع الشارع ولا خبز الشارع مقطوع. بدينا في سافيسا نعملوا بلاجي. المشوى تكون على الكانون والا على في المقله على الغاز ولا باربيكيو ولا شنو لو كانت تعطيني بالضبط فكره؟ لا لا المشوى على الكانون. على الكانون شو نقول لك؟ يعملوا ثلاثة كوانت في الدار. كل حد الخاطر يحب الشبع نتاعه قدام ما يحبش يقدم. ثلاثة كوانت كل حد يشوي على روحه. وجو فرحة معناها هكا يخطف لهكا وهكا يخطف لهكا وجو معناها نتاع عيد معناها ديما باهي فهمتني، اللي يشوي الاول ياخذوا منه برا. يا ربي فضلك للعيلة وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي. عايشك اخويا بارك الله فيكم وان شاء الله انتم زاد ديما هكا زاد معناها دوروا على الولايات وعلى المواطنين وشوفوا الجو نتاعهم والفرحة نتاعهم وبارك الله فيكم. هذيك الساحل تي في هذيك شعارنا فعلا ديما نقرب المواطن في كل لحظة يعيشها. ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله ايامكم الكل افراح ومسرات ونزيد نجددها لكم انا ان شاء الله عيدكم مبروك. سهل السلام عليكم بنتي مرحبا بيك. يعيشك. اليوم حبيت باش نحكي معاك كيفاش باش تستعدوا معاك للعيد، الخضره نتاع الدوره وقتاش نقصوها؟ كيفاش نعملوا؟ قبل الجمعه احنا وسبت نشريو الخضره من السوق ونبفوا نقصوها قبل العيد باش نهار العيد تخسر الدوار وتعدي ديريكت تعصبن. هنا
هي الدوارة قل لي الساعة ذي المحيرة اشتر الناس الدوارة شكون ينظفها في الدار؟ المرأة الكبيرة كيف يعني؟ تعاون عليك بس انت صغيرة راهي تعاوني بنتي صحيحة ما الأكثرية في المرأة الكبيرة هذه دورة وقت تشكلوها بحول الليل معناتها زعما تركح نهار العيد نركحوها نخيطوها نفوحوها ايوا كيفاش فما ياكل نهار العيد فما ياكل نغدو اما ليلة نهار العيد زعما تبات مريق الامور وهذه ديما هذه مشكلتنا احنا نساء ما تسماش عيد ما تسماش علوش قبل كانوا يقصوا في الصبايا بتحذير الدوارة على بالك ولا يا حسرة يا حسرة قولي انت كيكة زادة مش بعتهم حماتك شافتك لا مش هكين مش هكين لا بعد الدوارة ولا قبلها قبل الدوارة اكل مشوى وشو طيب اخر هالعيد والاكثرية حاجة خفيفة سلطة حاجة سلطة مشوية طعم الخبز طاجين والخبز طابونة كان عندك خير من الخبز السوق الاكثرية في العيد معروف الساحة الخبز طابونة ولا اللي ما عندوش طابونة يعمل طاجين واللي ما عندوش يشري فما زيارات ولا كل تقول انت كل فله في نوار ونهار العيد في العشية في الليل من الغدوة كل واحد وقتاش يتفاضى يمشي ما لاش عيد هما ولا لسيرة الأرحام والزيارات ما شنو عندك صبية في الدار عندي واحدة برك الاخرين عارسوا مصالي على النبي. هذه دلوش تمها نقولوا احنا مطيحه الدرك عليك ولا تعاون فيك شويه؟ لا تعاون طبيبه هي تبارك الله. مالا شيء. تعاون طبيبه وتعاون في الدواره ولا؟ والله تعاوني الحق نتاع ربي. انا خاطر بناتي ما ربيتهم علتهم ما خليتهمش ما يعرفوا شيء من الدنيا. الله يعطيك الصحه برافو وكانوا يسمعوا منك معناتها وقت الواحد تقول له تعلم كيفاش تتعمل الدواره. اسمع هي بدها تشوف. كيفاش نقلب بسيسك كيفاش نعمل عصبان كيفاش هي تحب تعلم فهمت في نهاية الأمر هي امرأة اليوم هي رسالة أخرى غدة الصغارة كيفاش شكون باش يعمل بسيسة الصغارة كي نكبر يعني كيفاش لازم تعلم لله ربي يفضلك وإن شاء الله ديما فرحانة بارك الله فيك إن شاء الله مبروك علينا وعلى أم الإسلامية الكل وربي يرحم أمة محمد إن شاء الله نذبحوا العلوش بعد نحضر يعني الكانون وراجلي يطلع العلوش وقتها للدار نقصوا المشوى واني نطيب الملاوي شوي سلطه مشويه شويه هريسه عربي وزيت وسيترون ولا جازوز اللي يكتب وذاك هاو نكملوا المشوى بعد نمشي ندخل اني الكوجينه نغسل الدوار نفطر ساعه لازم نتسلحوا لازم نستعداد وبعد ننظفوا الدوار ننظفها ونحطها في الفريجيدير اما الخضره تكون من الليل عاد حاضره ونعمل الدوار العشيه تعشيو بها ساعات نتعشى بها ساعات نخليها اي ساعات معناها تبقى اليوم غدوه المشوى معناتها ما كاينش سينون نهار كامل تعديه مشوى نهار كامل الصباح مع العشره وبرا معناها هاي وفي العشيه نغسل الدواره نحضرها كان نجمت نعملها نطيب منها العشاء كان ما نجمتش نطيب كسكسي باللحم جو الاولاد لو كانت تحكي لي على جوهم كيفاش يعملوا زوج جديده يطيبوا حدهم ولا يستنوا كنا انت شويه تعطيهم لا ثم اللي يشري كانون صغير ويبدا يمروح وحده وفما اللي يبدا معايا في الجو الكبير معناها في الكانون الكبير هذا ولدي شوفوا الرجال ترى شو اسمه؟ ادم ايوه قلت كل واحد يسلم هاي ما تفعل يا ادم شحوالك؟ لاباس الحمد لله قول لي بابا العزيز قاعد تستعد باش تعدي جوك راكح في العيد؟ اي شو طيب انت من الناس اللي تشوي وحدك ولا تستنى لين يجي نصيبكم عند ماما؟ من الناس اللي تستنى حتى تشوي لي ماما هكا وبعدك نوكل على روحي كي نجي نشوفك قالوا لي ياسر بلاك كي نجي نشوفك انا نلقاها ما فماش منه الكلام هذايا قل لي كيفاش قاعد تستعد انت للعيد مع ماما شو تبدا زاد انت كيفاش تبدا جوك نهار العيد نبدا نفيق الصباح نبدا نمشي صلاه الصبح وبعدك نرجع للدار حتى نستنى صلاه العيد نمشي لصلاه العيد وبعدك نرجع للدار ونفيق الصباح شكون يذبح العلوش في الدار جزار مو يبدا جزارة يجيو للحومة يذبحون العلوش نتاعنا كاو ايوا ومن بعد انت تسلخ معاه ولا تتفرجوا برا؟ نتفرجوا برا احنا العلوش اسمع تو جاتني معلومة خطيرة قالوا لي ادم راهو يبكي على العلوش ما يحبوش تذبح اي صحيح الحق
استنست بيه استنست بيه هكاك علاش انا نوقف يعني يولي صديقك معناها العلوش ما ترضاش تذبيحها في صديقك لا ما نحبش الذبيحه لا وفي الاخر قالوا لي في الاخر عادي يضربها قد قد عاد اقول لهم على الاقل الحم صاحبي انا اولى بيه ان شاء الله ديما معيد ان شاء الله ديما فرحان يا ادم عيشك هيا قولي صديقتي السلام عليكم وربي ان شاء الله يعينك عيشك عسلام اختي حبيت نتمنى عليك تو هكا تقص في الشاورما ما حبيت نتمنى عليك العيد اش تعمل شو قص هذا المشوي من الشاورما علوش قلت لي ماهوش من هنا منين سيدي بوزيد امبورتيه من سيدي بوزيد قلت لي ها بيان سور خاطر بلاد العلوش يبدا فاوح نتاع جبل لا لو كانت تقولي كيفاش من الصباح وقتاش تقوم استعداداتك كيفاش تعدى العيد يذولي كل شيء على يدك قوم الصباح يمشوا يصليوا ومن بعد يجيو يذبحوا العلوش العشرة نتاع الصباح ومن بعد ننظفوا كل شيء نبداو احنا في الدوار النساء نشعلوا الكانون باش نشوفوا نطيبوا الخبز نحضروا الخبز خاطر في الكوش ما يخدموش في العيد الخبز العربي صحيت على الطاجين باش باش عاديو هالمشوى ان شاء الله معاكم سلطة مشوية وبيزوز وكل شيء طمني عليك تشبع بالمشوى قبل تقوم للدوارة ولا ها ننظف الدوارة اي قبلها قبل تشبع بالمشوي ولا كيما برشا نسيم سكنات ننظف الدوارة خير نرد هكيك عاد واش عمل ماله قولي المشوى من حقي وناخذ حقي وبعد نقوم بالحق في الدوار بعد نمشي نعمل الدوارة لا ناكل الساعة الأول نشبع ساعة ومن بعد نمشي نعمل الدوارة اللي هي كما برشا حراير اعز لحمه للمشوى لو كنت تقولي شنو من والله الكتلات وتعمل شويه مشوى من الكبده وطريف من القلب والحاجات هذوكم ومن بعد صحيت مش باش تعملها من كل خاطر باش تخلي للدوار انت شويه باقي تشوي نعيشك بعينك كل عام وانت بخير والاذاعه بخير وتونس كله بخير وشعبنا كله بخير ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كلنا عيدنا مبروك هذا هو اللي نحب نقوله ان شاء الله والعلوش شو تقول له يا ادم ما بربيش باش تقول له العلوش خليه زعما يسمع فيك ويفهمك شو تقول له ما تقولوا بلومش عليه ما تلومش عليه صح ما تلومش عليه كليت لحمك ان شاء الله عيدكم مبروك